اليوم انطلقت أولى جلسات ما بات إعلاميا يعرف بملف إسكوبار الصحراء. تم تأخير هذه الجلسة لعلة إعداد الدفاع ولعلة عدم توصل بعض المتهمين المتابعين في حالة صراح. بعد تأخير ديال الجلسة تناول بعض من الدفاع كلمة في إطار طلب الإفراج المؤقت. نحن كذلك في نفس السياق تناولنا هذه الكلمة ملتمسين من المحكمة الموقرة تمتيع المؤازر ديالنا بالإفراج المؤقت، وكانت كلمتنا ترتكز على ثلاث محاور، إحداها واقعي، ثانيها قانوني، ثالثها مستمد من العمل القضائي. فيما يتعلق بالعناصر الواقعية التي تشفع لتمتيع المتهمين بالمتابعة في حالة صراح، جل المتهمين إن لم أقل كلهم خلال مرحلة البحث لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان كلما توصلوا باستدعاء سواء كتابي أو عن طريق الهاتف إلا وامتثلوا وحضروا إلى مقر الفرقة الوطنية لإجراء الأبحاث معهم بشأن الأفعال التي نسبت إليهم. إذن هذا الشخص الذي عبر عن هذا حسن النية وكان يحضر لدى الشرطة كلما طلب منه، إذن هذا الشخص هذا تتوافر فيه ضمانات الحضور من هذا الجانب الواقعي. فيما يتعلق بالجانب القانوني، ربما بعض العمل القضائي يعلل على أن المتهم الأفعال المنسوبة إليه تتسم بالخطورة، في حين أن القانون لا يتحدث عن خطورة الأفعال بينما يتحدث عن خطورة الشخص على النظام العام. طيلة مسار البحث من اللي كانوا فيه هاد المتهمين في حالة صراح لم يقع منهم أدنى مساس بالنظام العام، إذن هذا عنصر آخر يشفع في محاكمتهم في حالة صراح. العنصر الثالث الذي اعتمدنا عليه وهو العمل القضائي، هو عمل قضائي صادر عن سيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملحقة محكمة الاستئناف بسالة المتخصصة في قضايا الإرهاب، حيث إن أحد المتهمين كان متابع بجرائم إرهابية وبالرغم من ذلك وقع تمتيعه بالإفراج المؤقت. إذن لا نختلف أن أخطر نوع من أنواع الجرائم هي الجريمة الإرهابية وما قد تحدثه من ترويع وتقتيل إلى آخره، ورغم ذلك متع هذا الشخص بالإفراج المؤقت. هذه العناصر مجتمعة هي التي اعتمدنا عليها للقول بتمتيع مؤازرنا بالإفراج المؤقت. المبادئ العامة كتقتضي أن الشخص يحاكم في حال صراح ولا يعتقل إلا إذا كان الحكم بات، يعني ابتدائية واستئناف والمقت. نعم. استثنان يمكن تعتقل. نعم. الاعتقال راه استثناء، قانون المسطرة كيقول الاعتقال حتى التدبير استثنائي. نعم. فقلنا لهم علاش هادو كلهم تعتقلوش؟ اللي عنده جناح اللي عنده جنايات. مبررات الاعتقال شنو هي؟ اللي قالها الفقه، إما تأثير على الشهود، دابا ما عندنا شهود تأثير عليهم، إما طمس معالم الجريمة. شنو هي الجريمه اللي تخافت مصا؟ اما ان يشكل خطوره اجراميه، خطوره اجراميه عنده استعداد اجرامي. اذا طبقنا المدى نتاع ابتدائيه واستئناف والنقد في سنوات يقدر سيدي يرتكب جرائم، فهنا ممكن تعتقلوا. حنا قلنا دي كاين ضمانات كثيره، والضمانات كما عرفها القضاء المغربي وتنوع احكام توفيد معنى الضمانات، متزوج رب اسره له ابناء، هادو متزوجين ارباب اسر لهم ابناء، كاين اللي عنده اكثر من مراه كاع وراه معتقل، عندهم ابناء وعندهم تجاره ومتقدمين في السن وعديم السوابق، يعني ما كانش شي اشاره وحده تبرر الاعتقال. يتكلم فقط عن احدى المتهمات وهي موثقه. اليوم اول جلسه فقط لتسجيل المؤازرات وتاخير الملفات من اجل تجهيز الملف، لكننا تقدمنا بطلب الى رامي الى الافراج المؤقت. الان تم نقلها الى المستشفى لان الحاله ديالها خطيره لمرتين وهي كتجي الاغماء وكيجي واحد الحاله ديال التنمل، وهو هادو يعني كيكونوا اشارات خطيره في مرضى السرطان. تعرفوا هذا المجال، الا جات واحد التنمل ولا جات واحد الغيبوبه يعني انه مؤشرات بان الحاله كتكون يعني مستعصيه، ولذلك المؤسسه السجنيه ما نقلتها الا لما ارتأت بان الوضعيه ديالها جد صعبه. اليوم اكدنا ذلك للمحكمه بالوثائق وبالمرفقات، لقد ادلينا في ذلك بكتاب وبطلب مكتوب ومؤسس ومرفق بمجموعه من الوثائق.